كارثة الزلزال اللي حلت علينا كشفت جوانب كثيرة يمكن بتكبر القلب أكيد بكل شخص موجود على هالأرض الطيبة. شفنا مثل ما عم نشوف دايماً مبادرات وناس تطوعوا بكل شيء حرفياً وبأي شيء بيقدروا عليه، بس بنفس الوقت ومن هول الفاجعة كمان سمعنا عن بعض الحالات خلينا نسميها غير أخلاقية بالتعامل مع المتضررين، مع الأشخاص اللي هلأ لسه طالعين من هي الصدمة ومن هي الكارثة. تماماً رنا، يعني زملائنا الإعلاميين، الأشخاص المؤثرين على السوشيال ميديا، رجاء يا جماعة حالة شحد اللايكات واستجرار العواطف يمكن تكون مفيدة ببعض الأحيان لما أنت بتكون عم توصل صرخة أشخاص، ولكن لما تتعدى كرامتهم وحدود اللباقة والمنطق ويمكن حتى أحياناً بيكونوا عندهم حالة طبية معينة ما بيسمح لهم هذا الشيء أنهم يحكوا أو يتعاملوا أو بصدمة نفسية، يعني صرنا هون طلعنا برات المنطق. لهيك اليوم حبينا نضوي على هي النقطة يلي لازم تكون موجودة بأي عمل، وهي أخلاقيات العمل الإنساني وأخلاقيات العمل، كيف لازم نتعامل مع المتضررين بكل حذر حتى ما نزيد عليهم وجعهم. طبعاً رح نعرف هالتفاصيل كلها مع مدربة التنمية البشرية والعلاقات الإنسانية شيرين نحلاوي اللي صارت معنا بالاستوديو. مرحبا شيرين، يعطيك صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي معنا. يعني لحتى هيك نبلش بالموضوع، خلينا بداية نعرف مشاهدينا شو بنقصد بمصطلح أخلاقيات العمل. بداية طبعاً الرحمة لجميع الشهداء اللي قضوا بزلزال سوريا، والشفاء العاجل طبعاً لجميع الجرحى. موضوع أخلاقيات العمل، أخلاقيات العمل هو مصطلح بيشير إلى قواعد والسلوك بتحدد التصرف الصح من التصرف الخاطئ بسلوك الأشخاص، سواء كانوا الموظفين أو أي أشخاص قائمين على رأس عملهم. منشوف في كتير عدد كبير من الموظفين والقائمين على رأس عملهم على مهارة، يعني عندهم مهارة عالية بإتقان أعمالهم، إلا أنهم بيفتقدوا يعني التقيد بالقواعد الأخلاقية بهذا العمل. ومن هون جاء يعني تعريف يعني أخلاقيات العمل، المفروض أنه نحن نلتزم بهي الأخلاق طالما أنه نحن عم نتواصل تواصل مباشرة مع أشخاص قادرين أنه نقدم لهم المساعدة. يعني هي أخلاقيات العمل يمكن بشكل عام لازم نكون نحن مركزين عليها، فما بالك بوقت الفاجعة أو الكارثة. صحيح. في نقاط أساسية أو خطوط حمراء ما بصير حدا يتجاوزها، في قصص لازم الناس تنتبه لها كثير بالتعامل، بالخاص ونحن عم نتعامل مع اشخاص بهول الصدمه او بحاله الفقد او عندهم حالات نفسيه يمكن كثير مكتئبين، فشو هي النقاط الاساسيه؟ يعني طبعاً. امتى ما فينا مثلا في قصص ما فينا نتخطاها؟ صحيح. هلا خلينا نقول انه في نقاط اساسيه ممكن نتعامل فيها مع الاشخاص المتضررين بالازمه. هذا الشخص يلي بده يكون موجود يعني بارض الواقع بالمكان اللي حدث فيه الزلزال او اي فاجعه ثانيه ممكن انه صارت، هذا الشخص المسعف او اللي بده يقدم مساعده المفروض تتوفر فيه يعني عده شروط او عده مؤهلات. هذا الشخص يكون قادر على تلبيه حاجات الاخرين، قادر على تقديم المساعدة، ما بينطلب منه شو، هو بحاول انه يتراجع على الصفوف الخلفية ويخلي حدا بداله، يعني هو اللي يخدم هدول الأشخاص. إذا قادر على تلبية الحاجات، شخص بيقدر مخاوف الآخرين، بيعرف انه الشيء اللي صار هو اللحظات اللي عاشوها هدول الأشخاص بهذا الوقت هي لحظات رعب وخوف، يعني بده يعني يكون شخص منطقي وواقعي، يقرأ الواقع، يعرف انه ردود افعالهم حقيقيه ما لها تمثيل. شفنا نحن هذا الشيء بالاطفال اللي طلعوا من تحت الانقاض بعد ساعات او بعد ايام، في على وشهم نظره ذهول، يعني هذا الولد ما عم يبكي بس هو متفاجئ، يعني عم بيطلع لبرا على الضوء مصدوم بدون ما يبكي، فهي رده الفعل الحقيقيه المفروض تتاخذ بعين الاعتبار، فهو اكيد هذا مو تمثيل. والاهم من هذا الشيء كله انه نحن ناخذ هدول الاشخاص لمكان بعيد، نحاول انه نسمع الشيء اللي صار معهم اذا هن كانوا حابين انه يحكوا، لانه من الغلط انه نحن نجبر هدول الاشخاص يحكوا لنا عن تجربتهم اذا هن لسه ما لهم مستعدين انه هن يحكوا عنه. نقدم لهم المساعده اذا هن مو قادرين يعتنوا بنفسهم، هن او اطفالهم، اشخاص متعبين ومرهقين من هول الشيء اللي شافوه بهي اللحظات القليله، فاكيد مو قادرين انه هن يهتموا بنفسهم، ممكن نحن نهتم فيهم او نقدم لهم مساعده لهم ولاطفالهم. والأهم من هذا الشيء كله أنه نحن نقدم الشيء اللي أبسط ما يمكن تقديمه، من طعام، من شراب، من أدوية، من تبرع بالدم، من يعني الأشياء البسيطة، من غطاء، من مأوى مؤقت لإلهم، لا يعني ممكن لبين ما يتغير الوضع ويعني يرجعوا بإذن رب العالمين لمشاكلهم. آمين. يعني شيرين، الفزعة خلينا نقول اللي صارت خلينا نقول بالساعات الأولى أو بالأيام الأولى تحديداً، هي كان فيها فوضى، يعني لأنه كان
النقص كان كثير كبير بالآليات، كان الناس عم تروح تساعد أغلبها هي في جزء كثير كبير منها كان مدني، كان أشخاص هن خلينا نقول غير مؤهلين لأنه هن يقدروا يمكن ينقذوا أو يسعفوا، ولكن هن كانوا عم يحفروا، في ناس بإيديهم كانت عم تحفر وتطلع عالم. شو الخطوط الحمراء خلينا نسميها؟ قلنا أنه أكيد لازم نراعي مشاعر هدول الأشخاص، ما نسأله وما نعمل هدول الأشياء، ولكن شو الخطوط الحمراء اللي ما لازم أبداً نعملها بهي الحالات؟ تماماً، بداية أنا وقت تكون موجودة بهذا المكان مفروض أنه أنا راعي مشاعر الآخرين، راعي مخاوفهم، ما أسألهم أسئلة هن ما لهم قادرين يجاوبوا عنها، ما أعطيهم تطمينات ووعود لشيء أنا ما عندي فكرة عنه. يعني أنا وقت بدي أنسأل سؤال أنا كمتطوع أو كمسعف أو موجود بمجال الإغاثة، الجمعيات الإغاثية، أنا ما بعطي وعود لأشخاص ماني قادر على تنفيذها برا يمكن صلاحياتي تماماً وبرا صلاحياتي. هذا أمر كتير مهم، والأهم من هذا الشيء أنه أنا أمبل لهم الاحتياجات الأساسية لإلهم. خلي دائماً يعني الشخص اللي بده يستفيد هو الشخص اللي تضرر مباشرةً، الشخص اللي طالع هلأ من الصدمة. طبعاً أكيد شفنا أشخاص حاولت تستغل هذا الشيء وحاولت أنه توقف، يعني تكون موجودة بالصفوف الأمامية، علماً أنه هذا الشيء مو من حقه بالوقت الحالي. مفروض طبعاً نحن نخلي الأشخاص المتضررين اللي لسه طالعين من الأزمة من أيام قليلة هن لهم الأولوية بالمساعدة، لهم الأولوية بتقديم المساعدات والمعونات، ما يعني ما نخلي ضعاف النفوس تستغل الفترة اللي نحن موجودين فيها لحتى يعني ياخذوا شيء مو من حقهم ابدا بهي الفترة. صحيح، يعني نحن عم نضطر نفاضل بين الحالة الصعبة والحالة الأصعب الأشد قسوة، فهذا الشيء كثير يمكن بعلم الإنسانية او يعني هو شيء غير مقبول، ولكن عم نضطر لأنه في حالة طارئة، في حالة زلزال، في قصص عم بتصير غير أخلاقية، في ناس عم تقدم مساعدات عم يكتر ألف خير، عم بتكون كتير فعالة، عم بتحاول تلم تبرعات عبر جمعيات عبر مبادرات فردية أو فعلا رسمية، ولكن في عالم عم تعمل قصص غير أخلاقية بأهداف شخصية مثل ما حكينا قبل شوي، وفي ناس كمان من الموجودين المتضررين عندهم عزة نفس، يعني هو ما بيقدر أنه أنت تطلعي فيه بعين الشفقة أو تقدمي له شيء ما له متعود، هو إنسان ما له متعود على هذا الشيء. شو الشيء الغير أخلاقي بهي الأماكن اللي لازم العالم تبعد عنه؟ تماماً، هلأ بدايةً بدنا نذكر شيء كتير مهم، أنه نحن كل شيء ممكن نقدمه من طعام من غذاء، كل شيء ممكن نقدمه لهدول الأشخاص من مساعدات هن بحاجتها، ما رح يعني ما رح يعوضهم عن دفء منازلهم طبعاً. ما رح يرجعوا لهم أبنائهم اللي انفقدوا، ما رح يرجع للأبناء أهلهم اللي انفقدوا، فهذا كله طبعاً من واجبنا الطبيعي. طبعاً أشياء لا أخلاقية ممكن إنه نتعرض لها، استغلال المواقف، استغلال هدول الأشخاص لحتى نحن نظهر بألواجها، طبعاً المفروض لهم الأولوية، نعاملهم بكل احترام ونحن عم نقدم لهم المساعدات، ما نجرحهم، نورجيهم إنه هن أشخاص مهمين، نورجيهم إنه نحن ممتنين لأنه هن سمحوا لنا إنه نحن نساعدهم. طبعاً نحكيهم بطريقة بسيطة مثل ما هن بيحبوا، المفروض يكون في مهارات نحن نستخدمها معهم، نتواصل معهم تواصل فعال، يعني نستخدم معهم لغة حوار بسيطة، نسألهم بكل لحظة إذا هن بحاجة شيء. طبعا هي الأشياء كتير مهمة، طبعا أكيد في ضعاف نفوس مثل ما ذكرنا يعني بتحاول إنه تستغل هاي المواقف اللي نحن موجودين فيها، لكن بنرجع منأكد مرة تانية منقول الأولوية بالوقت الحالي هن الأشخاص اللي تضرروا مباشرة من الزلزال، وطبعا أكيد الجمعيات كلها مشكورة يلي تعاونت وحاولت إنه تجمع قد ما بتقدر يعني من مساعدات وظهرت يعني للعلن، وكل العالم صارت بتعرف مين هي الجمعيات اللي عم تقدم مساعدات. صحيح. ومين هي الجمعيات اللي عم تتأخر لحتى توصل المساعدات، لأنه العالم صارت كلها تعرف، العالم كلها صارت إيد واحدة، نحن بأزمة إنسانية إنسانية بحتة، فنحن بالنهاية بشر يعني، وبدنا هدول الأشخاص يعني يتدفوا بالليل مثل ما نحن عم نتدفى، ياكلوا مثل ما نحن عم ناكل، فأبسط حقوقهم أنهم يعيشوا بهي الفترة اللي جاي، وخصوصا أنه نحن عم نحكي عن أزمة طويلة الأمد، ما عم نحكي عن شيء أسبوع وأسبوعين، هذا الشيء بده يستمر لحتى يعني بأقرب وقت، يعني كلنا بنتمنى أنه يزال الردم وتزال الأنقاض ونرجع مرة تانية نشتغل على أساسات بناء، يرجعوا هدول الأشخاص لأبنيتهم مرة تانية، هذا الشيء من حقهم الطبيعي إن شاء الله بأقرب وقت. إن شاء الله يا رب، أهم فكرة بالوقت القادم هذا أكيد نحن كلنا اللي بنتمناه. وأنا بقول هدول الأشخاص اللي خلينا نسميهم متسلقين، هن أنا بقول هن نقطة سواد صغيرة بالبياض اللي هلا نحن عم نشوفه. نحن عم نحكي اكيد على الخير واللهفه والمحبه الكبيره يلي عن جد كل الناس ما تفاجأت فيها، ولكن حبت ترجع تشوفها من جديد وانبسطت بهذا الشيء. شكرا كثير لك شيرين على وجودك معنا، شكرا لكم على كل هاي المعلومات، لكم والرحمه لارواح الشهداء. امين.